الاخبار 25 صوت. عدد من التعليقات التي وردت على صفحه البرنامج على الفيسبوك نتطلع عليها سريعا مع حضراتكم. سيد ابراهيم يتكلموا في اي حاجه الا السياسه، الناس في مصر جالها احباط. محمد شاكر ياخدوا اجازه علشان يهدوا اعصابهم ويروحوا يقعدوا في مكان بعيد شهرين وبعد كده يطلعوا على تركيا يقعدوا شهر. خالد الكومي، الثلاث خيارات مطلوبة في كل إعلامي، المرحلة القادمة دون الانتماء لأي فصيل ونقل الخبر لتوضيح الصورة، فقط أرى أن الوضع الحالي هو حرب إعلامية خطيرة بين القنوات وبين مؤيد ومعارض. هاني علام، عليهم أن يتقوا الله في أقوالهم والأخبار التي يتداولونها. محمد خالد، السلام عليكم. ترشيد الممارسة الإعلامية تحتاج إلى وقت، وأن الممارسة الصحفية تصحح نفسها عن طريق الممارسة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتجاهل الوسائل الإعلامية بعض النشاطات بسبب ميثاق المهنة، لأنه إذا تجاهلت الوسائل تلك الأخبار فأنه سيغيب عن القارئ الحقيقة ويحجبها. وشكرا. هذا كان عدد من التعليقات التي وردت على صفحة البرنامج على موضوع على الفيسبوك على موضوع حلقة اليوم، وهو الإعلاميين وماذا يريد المجتمع من الإعلام وكيف يكون إعلام هادف. ننتظر الكثير والجديد من التعليقات التي تكتبونها على صفحة البرنامج على الفيسبوك، هاشتاج همزة وصل إيجي صفحتنا على تويتر، همزة وصل إيجي صفحتنا على الفيسبوك. المزيد من الرصد والتحليل عبر الاتصالات الهاتفية مع إيمان منصور. إليك إيمان. شكرا جزيلا لك يا عمرو. ومسيرة ممتدة للإعلام المصري عبر سنوات طويلة كان لمصر فيها أريابة في الصحافة المكتوبة، في الوكالات الوطنية، حتى فيما يتعلق بوكالة أنباء الشرق الأوسط التي كانت يعني من أول الوكالات الوطنية التي ظهرت. هذا الدور الريادي لمصر إلى أي مدى هو قائم حتى الآن في ظل التحديات التي تواجه الإعلام المصري، وفي ظل كون الإعلام موجه في كثير من الأحيان؟ هذا أيضا أمر من الأمور المطروحة على الساحة المصرية وأيضا على الساحة العربية. بالتأكيد سنحرص في هذه الحلقة على تواصل مع عدد من الإعلاميين اللي تحدثونا اليوم في عيدهم. ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي الكبير الأستاذ جمال الشاعر. أهلا بك أستاذ جمال. اهلا بك يا ايمان، كل سنه وانت طيبه ونيل الاخبار طيبه وناجحه ومنافسه على المستوى العربي ان شاء الله. اشكرك استاذ جمال. اليوم في عيد الاعلاميين طبعا كل شيء اصبح مختلف، سواء فيما يتعلق بطقوس الاحتفال او في الموضوعات المطروحه للنقاش كتحدي امام الاعلاميين. اليوم ماذا تقول في عيد الاعلاميين؟ بالتاكيد ما هو مختلف عن السنوات السابقه؟ يعني في مناخ ما بعد الثورة، مناخ الحرية والديمقراطية، أصبح لدى الإعلام المصري فضاءات أكبر للتعبير عن الرأي وعن الحرية وعن الاختلاف وعن قبول الآخر، وهذا لم يكن موجودا بهذا الشكل قبل ثورة 25 يناير. طموحات الناس وسقف الطموحات في إعلام حر معبر عن ضمير هذا الوطن ويكون مرآة للمواطن المصري وليس للحكومة. ما زلنا حتى الآن في مشكلة متعلقة بأنه الإعلام تابع لإعلام، أقول إعلام الدولة أو ما يجب أن يكون، ما زلنا إعلام الحكومة، بدليل أن احنا عندنا وزارة للإعلام، عندنا وزير للإعلام وتابعة لحكومة الدكتور هشام أنديل. هي مرحلة انتقالية، أرجو أن يفعل بسرعة جداً قانون أو تشكيل المجلس الوطني للإعلام الذي يضم 13 شخصية من الشخصيات المرموقة في مجال الإعلام والأكاديمية والشخصيات العامة السياسية، وأرجو أن يتم الإسراع أيضا بإنشاء نقابة للإعلاميين تحمي حقوقهم. يا إيمان، نحن الذين ندافع عن كل أصحاب القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق التعبير، نحن الإعلاميين أقصد، لا نستطيع أن ندافع عن حقوقنا حتى الآن. لماذا يعني ظلت يعني نقابة الإعلاميين ظلت الحلم المؤجل؟ صحيح، وآن الأوان أن يكون لنا نقابة، ونقابة للإعلاميين وليست يعني نقابة للإعلاميين بمعنى الإعلاميين في الإذاعة والتلفزيون.
وليس الإعلاميين إجمالا، لأن الصحفيين عندهم نقابة. نعم. ونحن نريد أن نكون لنا نقابة مهنية وليست عمالية. هناك أصابع خفية يعني تأتي من خلال التجمعات الحزبية اللي مرجعيتها مرجعية إسلامية سياسية بتحاول أنها تسيطر على النقابة. احنا عندنا دلوقتي أكثر من نقابة مطروحة أمام مجلس الشورى، وأخشى أن يوافق مجلس الشورى على نقابة عمالية فيها عدد كبير جدا من المشاركين في العضوية بيخدموا طيار على حساب الآخر. احنا عايزين نقابة مهنية للعاملين في المحتوى في الإذاعة والتلفزيون في صناعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية وفقط. أما أن يجي يقول لي أنا عايز كل مستشار إعلامي في مجلس محلي أو في شركة قطاع خاص يبقى عضو في النقابة، وكل موظف في هيئة الاستعلامات يبقى عضو في النقابة، وكل عامل في الاتصال المباشر يبقى عضو في النقابة، هذا كلام يعني غير لائق. وضحت فكرتك يا أستاذ جمال، وأكيد ده مش بعيد عن فكرتك الأولى التي طرحتها بخصوص وجود وزارة للإعلام حتى الآن، وبالتالي كونه إعلام مازال إعلام حكومي. أرجو أن تبقى معي أستاذ جمال. تنضم إلينا أيضا الإعلامية الكبيرة الأستاذة أمال فهمي. أستاذة أمال أهلا بيكي، وكل عام وحضرتك بخير في عيد الإعلاميين النهاردة. أهلا بيكي وكل سنة وانتو طيبين. شايفة حضرتك عيد الإعلاميين بقى مختلف في شكل الاحتفال به، في الموضوعات المطروحة بخصوص الإعلاميين وقضاياهم المختلفة؟ على فكرة طبعا أنا قناة النيل لها معزة عندي، لأن العاملين فيها لعلهم يذكرون أنني يعني كنت مع بدايتهم. طبعا نتذكر يا فندم. طب الحمد لله. وعلى فكرة عندي الرمود، أنا يعني إذا حبيت أعرف الخبر اليقين فأنا أستقيم من قناة النيل للأخبار. ده موضوع. الموضوع الثاني، أنا مبارح كنت مدعوة من الدكتور هاني عمارة لأول حفل تقيمه نقابة الإعلاميين، لأن نقابة الإعلاميين أخذت حكم محكمة، وهو دعانا مبارح وكان فيه تكريم لمجموعة من الإعلاميين، وطبعا كان فيه أسماء فرحت جدا إن أنا شفتهم زي الإعلامية الكبيرة ليلى رستم كانت موجودة، وأنا يعني دهشت إن التلفزيون ليه ما يسعاش بكل جهده علشان يسترد السيدة ليلى رستم باعتبارها يعني إعلامية كبيرة وناجحة وتفهم أصول المهنة. حضرتك طبعا خير من يتحدث عن هذا الأمر، لأن ما زلت حتى الآن طاقتك تعطيها للإذاعة المصرية. أنا لكن أنا برجع أؤكد تاني إن هناك نقابة حصلت على حكم محكمة، وإمبارح كنا موجودين في أحد الفنادق وكان في احتفالية، وكان فيها الأستاذ فاروق شوشة وكان فيها مجموعة كبيرة جدا من الإعلاميين. أنا يعني بقول إيه، أنا أتمنى إن يكون فعلا هناك مجلس للإعلاميين يمنح ويمنع، لأن أنا شايفة أن هناك مزايدات وهناك يعني تجاوزات لا يجب أن تكون. أما أننا إعلام الدولة، طب ما احنا بنقبض مرتباتنا من الدولة، يعني اللي بيشتغلوا في القنوات الفضائية بيقبضوا مرتباتهم من أصحاب القنوات، وهذه القنوات يعني فلوسها لأصحابها. أما نحن جميعا في الإعلام الرسمي فنحن نتقاضى مرتباتنا من الدولة من الحكومة. يعني شايفة أنه ده الشيء لا يعيب أنه يكون إعلام الدولة، لكن الفكرة أنه ما يكونش معبر عن نظام بعيد. أيوة، إحنا نكون الانتماء لمصر
أولا ومصر آخرا، وأن نلتزم، لأن الإعلام اللي متساب ده على عواهنه بالتطاول والتجاوز والسخرية والانتقاص من أقدار المسؤولين، ده عيب يعني إحنا لا نقبله. وأنا بيعجبني جدا إذا كان هو ده يعني إعلام الدولة فيا مرحبا، لأن مثلا في قناة النيل الأخبار عمري ما شفت تجاوزات ولا سب ولا شك. فعلى كل حال كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة، ودي شهادة نعتز بيها بكل تأكيد أستاذة أمال. حبيبتي وانتم طيبين، وإحنا بنسلمكم الراية وعليكم أن تحملوها بأمانة وحياد وصدق. أشكرك أشكرك جزيلا، وأنتقل إلى الإعلامي الأستاذ طارق الشامي. أستاذ طارق، إذا ما تحدثنا عن الإعلام على الصعيد العربي، تعتقد أنه الأمر أصبح خارج عن المنافسة المهنية والتأثر بالأحداث السياسية والتوجهات المختلفة لكل دولة ولكل ممول لقناة أصبح هو الطاغي على هذه المنافسة؟ يعني منذ بداية إنشاء هذه القنوات في مطلع التسعينيات، القنوات العربية سواء المملوكة للدول أو المملوكة لأشخاص أو بما فيها حتى القطاع الخاص، هي تظل بالتأكيد تخضع لتوجهات ورؤى والسياسة التحريرية والمؤسسية لكل دولة. وأنا عملت في هذه القنوات سواء تلك الخاصة دون ذكر أسماء يعني التي مولها دول يعني بدون إعلان لافتة واضحة لها، أو تلك التي تخضع للدولة بشكل مباشر، وبالتأكيد هي تخضع لنفوذ هذه الدولة وتخدم أغراضها، وهذا شيء طبيعي. يعني احنا حتى عصرناه في الإعلام المصري وهو كذلك يعني الإعلام الخاص في المقابل يتهم أنه أيضا هو رهن للأموال الممولة لقناته، مثلما الدولة تكون الإعلام الحكومي فيها رهن للنظام الذي يحكم. هذا شيء طبيعي، لكن المهم تغليب المهنية وتغليب مواثيق الشرف على الأداء الإعلامي. يعني هناك من الإعلاميين ومن المؤسسات الإعلامية من لا يلتفت إلى هذا الأمر ولا يعير انتباه، وبالتالي تكون هناك يعني انحيازات واضحة وخروقات واضحة لهذه المواثيق، في حين أنه في قنوات أخرى دولية ليست عربية ولكنها تلزم كل من يعمل بها على أن يوقع في عقده جزء خاص بميثاق الشرف، بمعنى يلتزم بالحيادية بالموضوعية بالتوازن بعدم الإسفاف بعدم الخروج عن اللياقة، كل هذا جزء من عقده، بمعنى أنه يخضع للمحاسبة إذا ما اخترق هذا الأمر ويخضع للتأديب والإجراءات التأديبية. هذا للأسف لا نرى لا في مصر ولا في غير مصر في العالم العربي إلا باستثناءات قليلة جدا، وهذا ما نطالب به. يعني أملنا في أنه عندما تسمح الظروف ويخرج المجلس الوطني للإعلام في مصر إلى النور، أنه هو يجبر هذه القنوات الخاصة بما فيها حتى القنوات التابعة للدولة أن تلتزم بهذه المعايير، بمعنى ما ينفعش أنا أطلع أقول وجهة نظري كمذيع مثلا للونهار، قاعد أقول أنا كل الحلقة ما فيش غيري، أنا بتكلم أنا الواحد، ده مش موجود في أي حتة في العالم، إن واحد يطلع ياخد المحطة لحسابه لمدة ساعة ولا ساعتين قاعد يرغي يقول أفكاره وتوجهاته وجهات نظره وده اسمه إعلامي. لا، ده أنا ما اسموش إعلامي، ده اسمه بيفرض عليا وجهات نظره هو. والإعلام الصحيح هو الإعلام اللي بيجيب وجهات النظر المتباينة والمتعارضة، ويكون إعلام كمان مستنير، يعني بيقدم معلومات ويحللها ويفندها ويقبل تدخلات من الجمهور ومن الناس ويفتح الباب للجميع في إطار من الشفافية وفي إطار من الالتزام. هذا هو الإعلام السليم الذي نعرفه، لكن شكراً للأسف هذا غير موجود. لكن يعني مع الأسف ما تقوله عندما يطار دائما ما يثير المخاوف بشأن حرية الإعلام. ينضم إلينا أيضا الإعلامي الكبير الأستاذ مجدي الجلاد الكاتب الصحفي. أستاذ مجدي مساء الخير، ويعني إذا أستاذ مجدي هل ما زلت معنا؟
يبدو أننا فقدنا الاتصال. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ جمال الشاعر الإعلامي الكبير. أستاذ جمال، يعني ما تحدث عنه طارق الشامي ويتحدث عن فكرة حالة الفوضى التي توجد في بعض الأحيان في كثير من القنوات الفضائية وعدم رأي وجهات النظر المختلفة، هذا الأمر كيف نصل إليه بدون التعدي على حرية الإعلام؟ طبعا يعني كلام محترم من طارق الشامي، والأستاذ أمال فامي عملت شهادة جميلة لي لكم، يعني دي مسألة جميلة صحيح نعتز بيها. طبعا صحيح صحيح. شوفي، نحن يا إيمان يا منصور في مرحلة انتقالية، بمعنى أن بعد الثورة في حالة من الارتباك في المرور الإعلامي وفي الفضاء الإعلامي، وليست هناك معايير واضحة، ورأس المال السياسي يعمل بقوة. يعني الفصل بين الإدارة والملكية، طارق تكلم عن السياسة التحريرية، هناك حالة من حالات التماهي بين السياسة التحريرية والملكية، يعني من هو صاحب المحل الإعلام، من هو صاحب الدكان، من هو صاحب رأس المال. والكلمة المشهورة في الإعلام، الذي صاحب المال الذي يدفع هو الذي يختار اللحن، الذي يدفع للعازف أكثر هو الذي يختار اللحن. ومن هنا كلام مدام أمال فامي أنه لا ضير أن احنا تبع الحكومة، لا طبعا في كل الضير، المفروض نكون تبع الشعب المصري. وهنا أنا أطالب بإسقاط الديون عن الإعلام المصري 18 مليار جنيه، لأن هذه الديون كانت ديون بسبب واجبات وأعمال وبرامج لصالح الوزارات المختلفة ولصالح الدولة المصرية. نشوفنا كمان مع الأسف الجلسة الأخيرة المجلس الشورى اللي تم فيها طرح الموازنة الخاصة بماسبيرو، كان فيه خلافات كثيرة حول موارد هذا المبنى، وأنه لم يعد يحقق المكاسب المأمولة، ويعني مع الأسف يأتي عيد الإعلاميين وفي مشاكل متعلقة بماسبيرو. تمام تمام، مع احترامي لأعضاء مجلس الشورى، يعني لم يكن لديهم الوقت الكافي لدراسة ومعرفة تاريخ ماسبيرو ويعني أهداف هذا المبنى. هذا هو الهرم الرابع في مصر، ومسيره هو رمانة الميزان في المشهد السياسي ما بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. مسيره يستطيع أن يقدم أداء إعلاميا متميزا يعبر عن 90 مليون مواطن. أما أن أنا أقعد أحاسبه بمنطق أنه هو مدين، وهذا الدين كان لصالح واجبات تجاه الدولة المصرية، شيل عني 18 مليار وفي نفس الوقت اعمل نوع من الدعم، خلي فلوسي جاية من المواطن، بمعنى على فاتورة الكهرباء الآن 9 جنيه رسوم نظافة، صح؟ حقيقي. طيب اديني أنا جنيه رسوم إعلام، جنيه يعني حاجة منطقية كده، يعني انت بتاخد 9 جنيه رسوم نظافة. لو حصل ان حصلنا جنيه على فاتورة الكهرباء يقول لك لا، غير شرعي وغير دستوري. لا طبعا كلام يناقش، لان هنا مستقبل الأمة. واذا تصورنا وتصور اعضاء مجلس الشورى ان هذه مكاسب لل 43 الف او 45 الف موظف في ماسبيرو، خاطئين. دي مكاسب للشعب المصري. عندما يتم تحرير ماسبيرو من قايد رأس المال الموجه، سوف تتحرر للعقول المصرية، ولا يكون هناك اي نوع من انواع الانحياز الا بصالح هذا الوطن. وهذا ما نأمله طبعا، يعني سواء في الإعلام الحكومي أو في الإعلام الخاص رغم صعوبة تحقيق ذلك. بشكرك الإعلامي الكبير الأستاذ جمال الشاعر. أنتقل إلى الأستاذ قطب العربي الكاتب الصحفي. يعني إذا ما تحدثنا عن حرية الإعلام في هذه المرحلة، في أحداث سياسية ساخنة في إعلام يتهم في كثير من الأحيان بأنه يقود الأحداث ويسعى إلى إشعالها، في رأيك هناك مخاوف حقيقية في هذه المرحلة على حرية الإعلام، أم أن هذا الأمر لا يمكن المساس به بعد الثورة؟ يعني حرية الإعلام، نعم، يعني نستطيع أن ننظر إليها من زاويتين، من زاوية النصوص الدستورية والقانونية، وهي يعني في تقدم حسب الدستور الجديد الذي كفل حرية إصدار الصحف للأفراد الطبيعيين وبالإختار، وهذا لم يكن موجودا في الدساتير السابقة، كما أنه يعني نص على حق تداول المعلومات وفرض عقوبة على من يمنع المعلومات عن طالبها. فهذا فيما يخص النصوص الدستورية وفي النصوص القانونية أيضا.
في ممارسة العملية الحقيقة في بعض المشاكل لكنها تقع يعني أحيانا من المجتمع نفسه وأحيانا من الإعلاميين أنفسهم. في الممارسة العملية الآن لدينا سقف عاليا جدا للنقد السياسي والنقد الإعلامي، وصل إلى حد يعني كتب رئيس الجمهورية رئيس الدولة بأقزع الألفاظ وأفوضة يعني بأقزع الأوصاف وكتابة ذلك على جدران قصره في الاتحادية، وهو يعني كان يسمع هذه الشتائم بأذنيه. لكن ده مش متعلق بالإعلام، يعني ده مش مسموح في من خلال القنوات الإعلامية بالتأكيد، يعني هذا غير مسموح به قانونا، ولكن يحدث على أرض الواقع بالفعل، يحدث ويحدث من القنوات الخاصة وحتى بعض القنوات الحكومية وبعض المحطات الإذاعية الرسمية للدولة. هذا يحدث الآن، لدينا حالة انفلات، حقيقة انفلات إعلامي موجودة. الناس يعني تمارس الحرية ولكنها تمارسها بطريقة خاطئة، وصلت إلى حد الانفلات الذي يخرج على القانون في كثير من الأحيان. يعني طبعا رئاسة الجمهورية كانت قد يعني تقدمت عدة بلاغات للنائب العام ضد بعض الصحفيين والإعلاميين، ولكنها عادت وسحبت هذه البلاغات. هناك بلاغات أخرى ضد صحفيين وإعلاميين لا تزال أمام القضاء، ولكنها من جهات عديدة في المجتمع وليس من السلطة فقط، هي حتى من بين الإعلاميين ضد أنفسهم ضد بعضهم البعض. هناك بلاغات موجودة، وأنا لست قلقا من مسألة البلاغات، لأن في النهاية البلاغ يعني اللجوء إلى القانون ويعني اللجوء إلى القضاء، والقضاء هو الذي يحصل في النهاية إن كانت الاتهامات صحيحة أم غير صحيحة. الكاتب الصحفي الأستاذ قطب العربي، وعندما نتحدث عن الإعلاميين في عيدين هناك رموز نحرص على أن تكون معنا نتذكرها ونقوم بتكريمها وسماع رأيها في حال الإعلام الآن. مع الإعلامية الكبيرة الأستاذة فضيلة توفيق أو أبلة فضيلة، مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وكل سنة وأنت طيبة. طيب اعتقد ان الإعلامية الكبيرة فضيلة توفيق معي الان على الهواء، حضرتك سامعاني كويس؟ اذا يبدو ان هناك مشكلة في التواصل، يعني طبعا كنا نتمنى ان تكون معنا أبلة فضيلة واحدة من الاعلاميات الشهيرات بالتأكيد اللي يجب سماع صوتها في عيد الاعلاميين. اعود مرة اخرى الى الاعلامي الاستاذ طارق الشامي، تعتقد ان المعايير التي وصفتها التي يجب ان تكون منظمة للاعلان سواء كان رسمي او كان خاص، وهو يعني شيء ربما يكون مشابه لميثاق شرف إعلامي، من السهل تنفيذه في هذه الأجواء ومن السهل السيطرة على الإعلاميين في هذه الأجواء أيضا؟ أستاذ طارق، إذا مشاهدينا لحين عودة الاتصالات الهاتفية ننتقل الآن لسماع عينة عشوائية من المواطنين في الشارع المصري، كيف رأوا الإعلام في عيد الإعلاميين والتحديات التي تواجه بالتأكيد الإعلام المصري بهذه المناسبة. يا ريت الاعلاميين يسكتوا خالص، يريحونا منهم لمده شهر ونشوف البلد هتعمل ازاي، يا ريت الاعلاميين يقفلوا قنواتهم خالص ونشوف البلد بعد شهر يبقى منظرها عامل ازاي، لان الخراب اللي في البلد كله بيحصل من الاعلاميين. والله ده مش مطلب انا بس، مطلب الجميع، تحري الدقه في نقل الاخبار. بصفتي انك انا يعني بعمل في الحقل الاعلامي بصفتك كصحفي، انا شايف ان الاعلام هي المراه للشعب المصري لنقل الحقائق، لكن بعد ثوره 25 كلنا كنا طموحين وطمعانين في مزيد من الحريه والراي والتعبير. عايز حمايه الاول ليهم، نفسي في حمايه ليهم، اتمنى يبقى في حمايه الاول وبعد كده يبقى في مصداقيه. يعني حاسين بسقوط المصداقيه مخلينا خايفين. نطلب من الاعلاميين، احنا بنحب الاعلاميين والاعلاميين دول ولاد مصر واخواتنا واحبابنا، ان هم ينظروا لمصلحه مصر. انا بطلب من الاعلاميين عدم التعتيم في اي حاجه سياسيه، عدم التعتيم
في حاجات كتير قوي بيعملوا عليها بروباجندا كتيره جدا وملهاش اي لازمه، وفي حاجات كتيره لو ليها لازمه ما بيطلعوهالناش او ما بيعرفوهالناش بيها. انا في مقوله بتقول الاعلام البناء يبني دوله وحضاره، والاعلام الفاسد يهدم دوله ويفتتها. فانا ارجو من الاعلام ان يكون اعلام بناء ويعمل على بناء الدوله ويعمل على تنميه الدوله، وان ينظر الى المشروعات القوميه، وان ينظر الى الاضواء الاشياء المضيئه في الوطن، وينظر الى الرموز الجيده مثل دكتور احمد زويل وامثاله. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا، وعادت الينا ابله فضيله في اتصالنا بيها النهارده في عيد الاعلاميين. مساء الخير ابله فضيله، وكل سنه وحضرتك طيبه. اهلا، كل سنه وانتم طيبين. اهلا بيكي. وازاي شايفه حال الاعلام النهارده عيد الاعلاميين؟ ازاي شايفه الطرق الاحتفال بيه، وطرق ايضا التعامل من خلال التحديات المفروضه على الاعلام؟ يعني انا بسعد طبعا بالاحتفال بعيد الاعلام وبعيد الاعلاميين، واحنا امبارح طول اليوم كنا موجودين في الاحتفال وانتهى بسلام. يعني في حاجه جديده دلوقتي والنهارده في ثاني؟ لا، النهارده يعني يوم عيد الاعلاميين الرسمي، يوم انطلاق الاذاعه المصريه بجمله شهيره هنا القاهره، عشان كده طرحنا اليوم في هذه الحلقه اننا نتكلم عن الاعلام بشكل عام، راي الناس فيه. يعني قبل ما حضرتك شفنا راي الناس، في ناس شايفه انه الاعلاميين لازم يبعدوا عن الاحداث لانهم موجهين لراي ناس ثانيه، شايفه انه الاعلام لازم ينقل الحقيقه. حضرتك شايفه ايه في الجو اللي احنا عايشينه بعد الثوره؟ والله انا مبسوطه من اللي بيحصل، مبسوط بالاحتفال عاملين بعيد الاعلاميين، وده شيء جميل قوي. وامبارح طول اليوم كنا في الاحتفال، ومتهيألي الاحتفال خلص بقى ولسه في النهارده كمان. لا، احنا بنتكلم بالمناسبة عموما يا فندم. حضرتك وانت بتتابعي الاحداث وانت بتتابعي القنوات الفضائية والقنوات الخاصة والقنوات الحكومية، شايفة في تغيير؟ شايفة في تغيير في المناخ الاعلامي العام، حتى في الاصوات الاذاعية مثلا؟ طبعا ما بتروح ناس وتيجي ناس، لا مش في اجيال راحت وبعدين اجيال بتيجي، احنا الاجيال المتوسطة. ايوه يا فندم، بين دول ودول. وبعدين احنا بقى لنا يومين اهو في الاحتفالات، ما كفايه بقى. طيب، كل سنه وحضرتك طيبه. انتوا طيبين. واحنا يعني عموما كانت فرصه ان احنا نسمع صوت حضرتك ونقول لك تاني كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه ومصر طيبه. وحضرتك طيبه، اشكرك ابله فضيله. ومشاهدينا هنرجع مره تانيه لارائكم المختلفه المتعلقه بالموضوع اللي بنطرحه. شفنا ناس بتتهم الاعلام وشايفه ان هو محرك للاحداث، شفنا ناس تانيه ترى انه الاعلام يجب ان يكون به من الحريه المطلقه، اراء مختلفه بنطرحها النهارده بمناسبه عيد الاعلاميين. مره ثانيه عمرو، الجديد اللي ورد لديك على الفيسبوك وتويتر. شكرا إمام. ما زال المشاركين ممن يحرصون دائما على متابعه برنامجنا وحلقاتنا يشاركون بتعليقاتهم على صفحه البرنامج على الفيسبوك حول موضوع حلقه اليوم، وهو الاعلام وماذا ينتظر المجتمع المصري من الاعلام والاعلاميين. نبدا بعدد من التعليقات التي وردت الينا اخيرا. شمس محمد، السلام عليكم. تبذل الوسائل الاعلاميه المزيد من الجهد لاستقطاب الاعلاميين الاكاديميين فضلا عن اعدادهم وتهيئتهم بالطريقة السليمة والصحيحة حتى يتسنى لهؤلاء نقل الصورة الصحيحة والسليمة لما يجري في المجتمع من احداث. خالد ابو سمك، السلام عليكم. المقدمة لها خلال الفترة الماضية كما ان عليها ان تشغل الفراغ الذي يشعر به المواطنون بتنفيذ المشاريع التنموية على ارض الواقع ليقتنع بنفسه وبجدية الحكومة في هذا الجانب. دينا خالد، السلام عليكم، على الوسائل الإعلامية قائلا إن دور الوسائل الإعلامية هو نقل الخبر إلى القراء بحيادية تامة، ولا يمكن أن تمتنع الصحف عن نشر أخبار معينة لأن ذلك يعني تغييب الحقيقة عن القراء، وهي خطوة لا أحد يرغب فيها.
أمل كمال، السلام عليكم. إن الرسائل الإعلامية بطبيعتها تعكس الصورة الحقيقية للحكومة والمجلس والمجتمع، ولا يمكن أن يمشي الإعلام في خط واضح واحد ما دامت الحكومة أضاعت بوصلتها وبرنامجها التنموي وغيرها من الأمور. مي طارق، إن بعض الشخصيات في المجتمع احتكرت الوطنية التي حاولتها تلك الشخصيات تلبسها من تشاء أو ما تشاء، مشيرا إلى أن هؤلاء يدافعون عن الدستور وهم أول من خالف الدستور عن طريق طرح ومناقشة المواضيع السياسية من تحت قبة البرلمان إلى الشارع. محمود خالد، أسباب تفكك الوحدة الوطنية في البلاد إلى هي الممارسة الخاطئة لوسائل الإعلام للمهنة الإعلامية، أو بالطبع يقصد الإعلاميين للمهنة الإعلامية، لافتا إلى أن فتح الباب أمام الجميع للحصول على التراخيص لتأسيس صحف وقنوات فضائية هو أحد الأسباب، متمنيا من الوزارة لو أنها أغلقت باب التراخيص وأبقت على الصحف الخمس القديمة. محمود الباحث عن الحق، المطلوب ألا يعملوا لصالح من يدفع أكثر أو من يخافونه، ويحرصوا على تسمية الأشياء بمسمياتها، وألا يعقدوا صفقات مع السياسيين أو الحكومة لخيانة الشعب، وأن يكون هدفهم إصلاح الواقع وليس مجرد عرض معلومات مفصلة عنه. عدم الإساءة للغة العربية أكثر من هذا، عدم إذاعة مباريات الكرة والناس بتتقتل هنا وهناك. طارق تيتو، الضمير والحيادية والناس عندهم عقل. أحمد أبو بكر، جميع المصريين يعلمون فساد الإعلام المصري، ومن يقول أن الإعلام شامخ وصادق فهم يكذبون على أنفسهم وليس على الشعب المصري، ولكن على العناد على الجميع، ولكن العناد يملأ قلبهم كالذي يقول أنا أحب مبارك مع أنه يعلم أن مبارك قاتل وسارق. قمة الجهل أننا نعلم أن هؤلاء الإعلاميين ضد الثورة ونتركهم حتى الآن، وبالطبع هذا الكلام لا ينطبق على الإعلام المحايد. ربما هذا هو رأي أحمد أبو بكر يسأل عنه هو شخصيا، حتى إن كان هناك بعض الإعلام الذي كان في بعض الأوقات يمارس عليه ضغوط، فبالتأكيد هو يحاول التغيير الأفضل لصالح المجتمع المصري. كريم كيمو، مطلوب من كل إعلامي في مرحلة قادمة دون الانتماء لأي فصيل ونقل الخبر لتوضيح الصورة فقط. أنا أرى أن الوضع الحالي هو حرب إعلامية خطيرة بين القنوات بين مؤيد ومعارض. حمادة يوسف، السلام عليكم. أرجو من الإعلاميين أن يتحدثوا في كل شيء ويظهروا كافة الحقائق للناس بشرط عدم التجريح ونشر الغسيل، وإن تكون مواضيع هادفة وليست هدامة أو غرضها الانتقام من علاقات شخصية قديمة. محمد حسب الله، مطلوب من الإعلاميين في الفترة القادمة الدقة في نشر الأخبار والتأكد من مصادرها والحيادية والموضوعية والبعد عن الضيوف النمطيين الذين يتبادلون على القنوات، وتغريب مصلحة مصر فوق المصالح الحزبية أو الشخصية والمصارحة والمصالحة مع المواطن. محمد الباحث عن الحق، حاجة تكسف وتقلق وندعو للتشاؤم، ومصريين يقولوا فن رفيع ويتحدث عن موضوع الأوبرا ويتحدث عن ضرورة حل مشكلة الأوبرا وزارة الثقافة سريعا. عصام سلمان، أكيد الحيادية والموضوعية هي أساسيات الإعلام، فإن لم يكن هناك حيادية وموضوعية فلن يكون هناك أيضا سوى التهويل والتهوين وعدم تحري دقة الخبر، وهنا يقع المحظور ويصبح شيء آخر غير الإعلام. مشاهدينا الكرام، حاولنا عرض الكثير والمزيد من التعليقات التي وردت إلينا على صفحة البرنامج على الفيسبوك. سريعا نتطلع على التصويت، ما هو المطلوب من الإعلاميين في الفترة القادمة؟ 16 صوت، الحيادية والموضوعية 3 أصوات، البعد عن التهويل والتهويل 26 صوت، تحري الدقة في نشر الأخبار. وإن اختلفت آراءكم وتعليقاتكم على موضوع حلقة اليوم، إلا أن ما نريد أن نوصل إليه جميعا مواطنين وإعلاميين ومسؤولين سياسيين هو إعلام حيادي، إعلام حقيقي، إعلام يستطيع الارتقاء بالمجتمع والمواطن المصري إلى الأمام. أشكركم على حسن المتابعة، أعود من جديد إلى إمام منصور حيث الختام.
شكرا ليك يا عمرو. وده معظم ما ورد الينا من اراء من الرسائل النصيه ايضا التي وردت لنا حتى الان. رساله تقول: انتم لا تقولوا الحقيقه للناس. هذا رايي، لكنه يعني لا يوضح اذا ما كان يقصدنا نحن بالتحديد الاعلام الرسمي ام يتحدث عن الاعلام. على اي حال هذا رايه، وهذا ما حاولنا ان نطرحه مشاهدينا على مدار هذه الحلقه من اراء ما لنا وما علينا ايضا فيما يتعلق بالاعلام والحديث عن الاعلاميين في عيدهم. في الغد ان شاء الله نلقاكم وموضوع جديد ايضا مطروح للنقاش والجدل، وهو الموضوع المتعلق بترشيد الكهرباء. نتناول هذا الموضوع من واحده من زوايا دور العباده ودورها في القيام بدورها المنشود كواعيه للمجتمع وكقدوه لي في ترشيد الكهرباء. سنطرح ايضا هذا الامر للنقاش والتواصل. مرحب به دائما في همزه وصل على شاشه النيل. الى اللقاء.